مساءكم سعيد مشاهدينا. نشرة الأخبار الرئيسية مباشرة من الأولى بالرباط. البداية بالعناوين البارزة. في بيان مشترك مع المملكة المغربية، زامبيا تجدد التأكيد على دعمها الثابت للوحدة الترابية للمغرب ولمخطط الحكم الذاتي بالصحراء المغربية، وتشيد بالمبادرة الأطلسية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس نصره الله لفائدة دول الساحل. بالمدينة المنورة، طائرة الفوج الأول من الحجاج المغاربة تصل إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج برسم موسم الحج 1445 هجرية. معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية 2024 بالعاصمة الرباط، منصة لتطوير صناعة الألعاب الإلكترونية بالمغرب والتعريف بمكوناتها التقنية والفنية والإبداعية والتعليمية والمالية. بأية رهانات ينخرط المغرب في هذه الدينامية؟ أسئلة يجيبنا عنها الفاعلون في القطاع ضمن هذه النشرة. في نتائج نصف نهائي الجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم لكرة المضرب، المصرية ميار شريف والأمريكية ستيرنز وجها لوجه في دور النهاية غدا بالرباط. أهلا بكم من جديد. مستهل أخبارنا برقية تهنئة بعثها جلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى فخامة السيد لويس رودولفو أبينادر كورونا بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية الدومينيكان. وبرقية تهنئة أخرى بعثها صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى فخامة السيد تو لام، وذلك بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية الفيتنام الاشتراكية. جددت جمهورية زامبيا التأكيد اليوم بالرباط على دعمها لوحدة المغرب الترابية ولسيادته على كامل أراضيه بما فيها الصحراء المغربية، مبرزة وجهة المخطط المغربي للحكم الذاتي باعتباره الحل الأوحد الموثوق والجاد والواقعي. هذا الموقف تم التعبير عنه في بيان مشترك صدر في أعقاب محادثات وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ووزير العدل الزامبي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالنيابة. نوال القراري وأمين عموري. وفيا لقيامه ورؤيته تجاه القارة الإفريقية، يتجه المغرب نحو تعزيز علاقاته مع زامبيا، دينامية متجددة بين الرباط ولوساكا في تصاعد مستمر بعد زيارة جلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى زامبيا سنة 2017، والتي تمخضت عنها شراكة قوية أثمرت أزيد من 20 اتفاقية، وتعزيز التمثيلية الدبلوماسية بكلا البلدين وتقوية التعاون في مجالات متعددة من خلال خارطة الطريق التي تم تسطيرها في التعاون التقني في الفترة 2023-2025، ناهيك عن التعاون في مجال التكوين حيث يستفيد طلبة زامبيا تقريبا من 100 منحة دراسية. ينضف إلى ذلك الزخم الإيجابي الذي أضحت تعريفه العلاقات السياسية بين البلدين. العلاقات السياسية تطورت بشكل كبير، كتعرفوا بأن زامبيا كانت من الدول اللي كانت كتعترف بالكيان المزعوم من 79، تم سحب هذا الاعتراف في 2016، تم فتح القنصلية في 2020، ومنذ ذلك التاريخ كان واحد الموقف بناء إيجابي مؤيد للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. كما جددت زامبيا موقفها تجاه مغربية الصحراء ووصفت مخطط الحكم الذاتي تحت سيادة المملكة المغربية بالحل الأوحد الموثوق والجاد والواقعي. أغتنم الفرصة للتأكيد مجددا على موقف زامبيا. زامبيا تؤيد سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، كما أجدد الدعم التام لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية كحل وحيد وموثوق وواقعي لحل هذا النزاع، كما ندعم جهود الأمم المتحدة باعتبارها الإطار الحصري للتوصل إلى حل واقعي وعملي ودائم للنزاع حول الصحراء المغربية. زيارة العمل التي يقوم بها المسؤول الزامبي للمغرب تمخض عنها الاتفاق على تنفيذ العديد من الخطوات تتويجا لجودة العلاقات بين المغرب وزامبيا،
توجه طبع البيان المشترك الذي تمخض عن المباحثات التي ميزت زيارة العمل التي يقوم بها مولامبو أيمبي وزير العدل ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالنيابة بزامبيا. اتفقنا على أن غتكون زيارات قطاعية لي باش يتنفذوا هاد البرامج التعاون في هاد القطاعات. اتفقنا على كذلك لأن غتكون اللجنة المشتركة غتنعقد في مدينة العيون في الأشهر المقبلة وغيبدأ التحضير عليها من الآن. واتفقنا كذلك على أن يتم هناك تقييم الاتفاقيات اللي تم توقيع عليها. وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أكد أن المملكة المغربية تتابع التطورات الإيجابية بجمهورية زامبيا تحت قيادة فخامة الرئيس هاكيندي شيليما، مشيدا بتمسك زامبيا بالخيار الديمقراطي وبمصداقية هذا البلد في منطقة إفريقيا الجنوبية ودوره في استتباب السلم والاستقرار في المنطقة. الاتحاد الإفريقي وفي المنظمات الإقليمية والدولية بيناتنا تنسيق وغادي تقوى أكثر باش أن أولوياتنا تكون متقاربة وباش يكون دعم متبادل للترشيحات في المنظمات الإقليمية والدولية وباش يكون كذلك تنسيق في المواقف. وإرادة مشتركة للدفع بالعلاقات بين المغرب وزامبيا إلى مستويات متقدمة في الشراكة التي يرعاها قائد البلدين. The friendship between our two nations. علاقة مميزة بين بلدينا بفضل التوجيهات الواضحة التي وضعها قائد بلدينا. لدينا العديد من التحديات ونود أن يتقاسم المغرب معنا تجربته في مجال التعدين حيث يعتبر أكبر مصدر لمحركات السيارات في إفريقيا، وهذا المجال مهم بالنسبة لنا. أيضا الفلاحة والأمن الغذائي، فنحن نعاني من الجفاف والمغرب له تجربة رائدة في تدبير أزمة الجفاف لعدة سنوات. وكانت زامبيا افتتحت قنصلية عامة لها بالعيون في أكتوبر 2020 وشاركت في 15 من يناير 2021 المؤتمر الوزاري لدعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية والذي نظم بدعوة من المغرب والولايات المتحدة الأمريكية. بواشنطن أكد سفير المغرب لدى الولايات المتحدة يوسف العمراني خلال لقاء مناقشة رفيع المستوى نظمه مركز التفكير أتلانتيك كونسل إن ازدهار الفضاء الأطلسي يتطلب الاندماج البنيوي بين أمم الجنوب وشركائها الدوليين، موضحا أن الربط بين هذه البلدان يشكل بالتأكيد السبيل نحو تحقيق هذا الهدف. وخلال هذا اللقاء الذي استضاف السيد العمراني والمنسقة الرئيسية للولايات المتحدة للتعاون الأطلسي السفيرة جيسي لافن، سلط سفير المغرب الضوء على أبعاد رؤية جلالة الملك للفضاء الأطلسي مستعرضا صيغ التزامات ومبادرات المملكة ضمن هذا الفضاء المحوري الذي يكتسب زخما سياسيا وأهمية اقتصادية وأمنية. وفي مداخلتها خلال هذا اللقاء نوهت السفيرة جيسي لابن بريادة المملكة والتزامها الثابت لفائدة النهوض بفضاء المحيط الأطلسي، ورحبت بمبادرة جلالة الملك مذكرة بالقيم المشتركة التي يرتكز عليها انبثاق هوية أطلسية مشتركة، وحثت الدول الأعضاء على التعاون بشكل وثيق من أجل التغلب على التحديات المشتركة واغتنام الفرص لتحقيق التنمية المندمجة. ونتابع فيما يلي مقتطفات من مداخلات السفيرة منسقة الرئيسية للولايات المتحدة للتعاون الأطلسي وسفير المغرب لدى الولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد أن هذه المقاربة فريدة من نوعها، ففي الوقت الذي ينشغل فيه البعض بحل الأزمات بأوكرانيا وبالشرق الأوسط، نحن نبني جسورا بين المحيطات والشعوب في هذه الظروف الصعبة التي يشهدها العالم. أظن أنه من هنا تكمن أهمية مبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فيما يتعلق بفضاء المحيط الأطلسي.
المغرب لديه علاقة تاريخية مع منطقة الأطلسي، اشتغلنا على هذا المجال خلال 10 سنوات الأخيرة. الآن لدينا هذه المبادرة التي قدمها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وما نبحث عنه هو التعاون العابر للحدود ومواجهة التحديات المشتركة. ميناء الداخل الأطلسي يمنح فرصة لعدد من الدول للولوج إلى المحيط كمتنفس تجاري. دول الساحل تشجع هذه المبادرة وتساهم هي الأخرى بأفكارها للمضي قدما بهذه الشراكة. أرحب بمبادرة جلالة الملك وأنوه بريادة المملكة المغربية والتزامها الثابت لفائدة النهوض بفضاء المحيط الأطلسي. فضاء المحيط الأطلسي يطلع بدور حاسم في تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة وإفريقيا، ومن خلال هذه المبادرات يلتزم المغرب وشركاؤه بشكل حازم ببناء تحالف أطلسي متماسك واستباقي قادر على تجاوز تعقيدات القرن 21. الاحتفال بيوم إفريقيا مناسبة لبسط التحديات التي تعيق التنمية بالقارة، مع تأكيد على دور التعليم كرهان للتضامن والانسجام والإدماج. يوم إفريقيا فرصة لبسط الرؤية الملكية السديدة التي تجعل إفريقيا في صلب السياسة الخارجية المغربية. من الرباط، أحمد بن خديجة وحسن سيلة. إفريقيا تثق في إفريقيا. الثقة مدخل رئيس من مداخل التنمية، والاستثمار في البشر قبل الحجر يمر عبر التربية والتعليم، فلسفة اهتدى إليها المغرب بفضل الرؤية الملكية، رؤية بوصلتها الانتماء والأمل والدينامية والتضامن. أكثر من 50% من الأطفال الأميين عبر العالم ينحدرون من إفريقيا، وبلغة الأرقام نتحدث عن 30 مليون إفريقي لا يقرأ. علينا أن نضاعف الجهود من أجل كسب معركة التنمية. رهان التطور والتنمية مقرون بالتربية والتعليم. التعليم هو الركيزة الأساسية لأي تطور، وقد كان أحد الأهداف الأساسية في أجندة إفريقيا 2063 عليه، فقد ركز الأفارقة على جعل هذه السنة سنة للتعليم وللشباب أيضا. 15,000 طالب ينحدرون من 47 بلدا استفادوا برسم الموسم الدراسي الجاري من المنح التي تقدمها المملكة، فضلا عن تكوين 3,000 إمام بمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات، وذلك منذ إحداثه. أنا كان درست تسيير المؤسسات هنا في المغرب في كلية محمد الخامس في أكدال. شرفت جدا بالاستضافه ديال وزاره الخارجيه هنا لهذا الحدث الكبير، وكنت فريما متشرف انني كنت من المقدمين ديال هذه التظاهره. هذه وزراء الخارجيه ورؤساء البعثات الدبلوماسيه الافريقيه اشادوا عاليا بالمقاربه الملكيه، مقاربه تؤمن بالايجابيه والعمل. افريقيا هي المستقبل، والمستقبل يبدا من اليوم. وعلى هامش هذه الندوة التي احتضنتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تم تنظيم معرض يبرز أشهر الأكلات الإفريقية بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية. يوم إفريقيا احتفاء بالتنوع الثقافي والتراثي للبلدان الإفريقية وإشعاع لخصوصيتها الحضارية والإسلامية. في موضوع آخر، عقدت وزارة النقل واللوجستيك والجامعة الملكية لكرة القدم اجتماعا هذا اليوم للوقوف على التحضيرات المرتبطة بتوفير خدمات النقل واللوجستيك خلال الحدث الكروي العالمي مونديال 2030 بين المغرب، إسبانيا والبرتغال، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص. تفاصيل أكثر مع فردوس الحرش وخالد ناناي. إنجاز كافة المشاريع المرتبطة بتنظيم المملكة إلى جانب إسبانيا والبرتغال كأس العالم لكرة القدم 2030 بما فيها توفير خدمات نقل وتنقل تليق بهذه التظاهرة العالمية موضوع اجتماع عقدته الوزارة الوصية والجامعة الملكية لكرة القدم. الحدث العالمي المغرب ملتزم باش
يقوم بجميع المجهودات باش يكون النجاح ديالو في المستوى المنشود. واليوم عندنا اجتماع تقني مع الجامعة الملكية لكرة القدم باش نوضعوا اللمحات الأخيرة الالتزامات ديال المغرب فيما يخص النقل والتنقل. الاجتماع حضره ممثلون عن الخطوط الجوية الملكية والمكتب الوطني للسكك الحديدية والمكتب الوطني للمطارات، ذلك من أجل وضع اللمسات الأخيرة على ملف تنظيم كأس العالم 2030 في مجال النقل والتنقل. بعد ما غادي نوضعوا هذه اللمحات الأخيرة بالطبع غادي تقدم الملف لفيفا وإن شاء الله غادي ننطلقوا باش نوجدوا جميع هذه البنية التحتية وهذه الوسائل ديال التنقل باش هذا الحدث يكون في المستوى. في ذات الإطار تلتزم بلادنا بإنجاز كافة الاستثمارات اللازمة حتى ترقى خدمات التنقل إلى مستوى التطلعات العالمية. المبادرة الوطنية للتنمية البشرية عبر المملكة دينامية سوسيو-اقتصادية ومشاريع صحية واجتماعية رأت النور لتقريب الخدمات الصحية من المواطنين خاصة بالوسط القروي، والتركيز فيها كان على تعزيز صحة الأم والطفل. ريبورتاج إيمان سلاوي، كوثر أبو تير ومحمد الرشيد. الألف يوم من الأولى من حياة الطفل تكتسي أهمية بالغة، مرحلة مفصلية ينبغي من خلالها الحرص على رعاية نمو الأطفال من خلال الرضاعة الطبيعية وتعزيز الممارسات الفضلة في إرساء قواعد تربية سليمة. ولرفع الوعي بأهمية هذه المرحلة لدى الأمهات، يتم تخليد الذكرى 19 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية هذه السنة تحت شعار الألف يوم من الأولى أساس مستقبل أطفالنا. ومن دار الأمومة بتنغير تظهر تجليات هذا الاهتمام الكبير والرعاية لصحة الأطفال ومحيطهن الأسري والاجتماعي. داز كلشي بخير على خير، تفهم الطبيبة كلشي مزيان، كلشي هو هذاك الحمد لله. نحتفل هذه السنة بالذكرى 19 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتي تسلط الضوء على محورين، وهو الألف يوم الأولى من حياة الطفل اللي هي مهمة وأساسية، وكذلك على تغيير السلوكيات. دار الأمومة بتنغير نموذج من المشاريع الرائدة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تهدف إلى تنمية الرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، وتقدم العديد من الخدمات كرعاية طبية والإيواء، والهدف مواكبة النساء الحوامل خلال فترة الحمل وبعد الوضع وتتبع حالتهن الصحية. تخريدا للذكرى 19 لانطلاق المبادرة البشرية اللي عطى صاحب الجلالة الملك حسين رحمه الله انطلاقة ديالها في 18 مايو 2005. هذا العام كيتم تخريج الذكرى تحت شعار الألف يوم الأولى مستقبل وحياة أطفالنا. وبإقليم آسفي، مشاريع مبتكرة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية من خلال تأهيل عدد من دور الأمومة والولادة وتجهيز عدد من المراكز. عدد المشاريع اللي قامت بها المبادرة خصوصا في محور صحة الأم والطفل، وبالتالي كان هناك عدة مشاريع اللي كانت بيننا وبينهم سواء بخصوص دور الأمومة، دور الولادة، المراكز الصحية، تأهيل مراكز صحية ودور الولادة. النصائح والإرشادات المقدمة للأمهات تهم الجانب البدني والمعرفي والاجتماعي والعاطفي، ومن بين أهم الإرشادات اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن أثناء فترة الحمل والرضاعة الطبيعية الحصرية في الأشهر الستة الأولى من عمر الطفل، وكذلك البدء التدريجي للتغذية التكميلية ابتداء من الشهر السادس، وذلك من أجل تبني ممارسات صحية وتغذية جيدة للأم والطفل. ولمناقشة أهمية الأيام الألف الأولى من حياة الطفل على ضوء برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، يسعدنا أن نستضيف هذا المساء في بلاط الأخبار السيدة دكتورة نزهة معين، أخصائية في طب الأطفال والتغذية. مساء الخير. مساء الخير. بداية دكتور، يعني لماذا التركيز للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية على الأيام الألف الأولى من حياة الطفل؟ أولا شكرا على الاستضافة. والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية تنبغي نقول بأن الآن يحتفلوا بعيد الميلاد 19، وفي المرحلة الثالثة كان الاختيار هو أنهم يركزوا على الطفولة المبكرة، وذلك لأهمية الاستثمار
قلنا الإنسان، والطفولة المبكرة هي اللي تتمكننا من بعد أن يكون عندنا ناس اللي هما قوامين من الناحية الجسدية وكذلك الذهنية. ولهذا كان هذا الاختيار ديال الألف يوم الأولى للطفل. ألوغ الأهمية ديالها لأن هذه الأيام الألف الأولى اللي هي تتمشي من بداية الحمل يعني 9 شهور الأولى حتى العامين الأولى الطفل، ولا جمعنا هذه الأيام كلها تجينا 1000. وتنعرفوا بأن الآن جميع الدراسات بينات بأن هذه المرحلة هي مرحلة اللي تتأثر علينا من بعد، تتأثر على الإنسان في الحياة دياله من تيولي شخص أدولت. مهمة بزاف، مهمة بزاف. دكتور نبغيو نعرفوا شنو هي التحديات اللي كتواجه النساء الحوامل والأمهات والأطفال حديثي الولادة، يعني فيما يخص ولوج الخدمات الصحية. من بين هذه التحديات الولوج الخدمات الصحية هو نشوفوا الأكثرية بالنسبة للناس اللي هما في القرى وفي البوادي، إذا تيخصهم سياسة القرب من حيث الخدمات الصحية. وهنا تنشوفوا بأن المبادرة الوطنية لعبت دور كبير بحيث أن كانوا دور الأم وكان مساحات يمشيوا لها الأمهات باش نوريهم حتى كيفاش من بعد شنو هي المراحل ديال الحمل، شنو هي المراحل ديال الولادة، وكيفاش تكون العناية بالأطفال مدة ديك سنتين أو 3 سنوات الأولى، تتكون مدرسة مدرسة الأمومة. وهنا تنبغيو انسيستو على أهمية التغذية كذلك، لأن التغذية ديال النساء الحوامل مهمة بالنسبة لصحة الطفل من بعد، والتغذية ديال الأطفال مدة 3 سنوات الأولى. وهنا المشكل اللي تيطرح كثيرا هو من حيث طريقة الولادة، لأن تنشوفوا بأن حاليا كاين بزاف الناس اللي تتولد عن طريق العملية القيصرية. وهنا تنبغيو نقولوا بأن الولادة الطبيعية هي تهي لها تأثير على صحة الطفل، والتأثير تيمشي من بعد. طيب على ضوء هذه التحديات اللي ذكرتي دكتورة، كيفاش يمكن لنا نهتم بصحة الأم والطفل يعني ونمكنهم من الولوج للعلاجات الأساسية والخدمات الصحية والطبية والرعاية اللازمة؟ إذن هنا باش بالنسبة لصحة، خاصة نقولوا بأن صحة الأم ما يمكنناش نفرقوها على صحة الطفل، خاصة نفهموا بأن بها تنهضر دائما الأم والطفل، وجميع المساج اللي تيكونوا دائما الأم والطفل. إذن العناية بالأم لازم أن الأمهات نفهموهم شنو هي بأن الولوج للخدمات الصحية مهم باش تكون ديك الحمل ديالهم يدوز في أمان، ويعرفوا وقتاش يمكن خاصهم أنهم يكون هنا كاين علاج، وقتاش شنو هي المسائل اللي طبيعية. واللي تنشوفوا بزاف هو أن من حيث المضادات الحيوية بزاف الناس اللي تيمشي وتياخذوا المضادات الحيوية إما من لافارماسي بوحدهم ولا حتى من بعض المرات الإرشادات الطبية تيكون مبالغ فيها. هذه المضادات الحيوية هي كذلك لها تأثير سلبي في ديك المدة الحمل ومدة الولادة، خاصها تكون فريمون مني يكون لازم أنها تعطى محتاجها الإنسان. وبالنسبة للتغذية، التغذية مهمة في مرحلة الولادة وما قبل الولادة، في الحمل كامل وعند الأطفال. وهنا تيخص الأكثرية بالنسبة للأمهات، عندنا ديك خاصك تاكل، راك دابا عندك جوج الناس، راه خاصك المراه الحامل تيخصها تاخذ تغذيه اللي متوازنه وتغذيه اللي مدعمه بفيتامينات ومواد معدنيه. وحنا تنعرفوا دابا بان في المغرب لا بوبولاسيون ديالنا شنو هو المسائل اللي عندنا نقص
فيها بصفة عامة. إذن تغذية مدعمة من حيث الحديد لأنه مهم بالنسبة للأم والطفل، مدعمة من حيث اليود، اليود مهم بالنسبة للصحة الدهنية عند الدماغ، من حيث الفيتامين أ، وكذلك من حيث الفيتامين د لأنها هي مهمة. والأمهات كذلك من بعد الولادة نعرفوا بأن زيادة على التغذية للطفل، شنو هي أحسن تغذية بالنسبة للطفل؟ هو حليب الأم. وهنا لحد الآن عندنا النساء اللي تتعطي الحليب الأم للأطفال شوية ناقص، وتنتمنوا أن جميع الأمهات تحاول خاصة في ديك ست شهور الأولى، مهم في ديك ست شهور الأولى أن تغدى على حليب الأم فقط، لأنه التغذية وكذلك طريقة ديال الحماية، لأن فيه جميع المضادات الحيوية. طيب دكتورة، على ضوء هذا الشيء اللي قلتي كامل، شو النصائح اللي تبغي تزيد تقولها للنساء يعني انطلاقا من هذه الحملة ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؟ انطلاقا من هذه المبادرة اللي نبغيو نركزوا عليه بأن هذه المرحلة مهمة. علاش؟ لأن من بعد مهمة باش نقصوا من بعد الأمراض، لأن شنو هي الأمراض؟ الأمراض المزمنة كأمراض السمنة، كأمراض التنسيون الضغط، أمراض مزمنة كأمراض الحساسية اللي ولات كثيرة بصفة عامة، كأمراض داء السكري. هذه الأمراض كلها يمكننا نقصوا فريمون نقصوا منها، ولا كانت هذه الفترة الحمل وهذه الفترة نتاع 3 سنين الأولى تتكون بطريقة جيدة. والتغذية مهمة لأن هي الوسيلة دابا اللي عندنا مهمة اللي يمكننا نأثروا فيها. الغذاء هو الدواء. شكرا جزيلا لك دكتورة نزهة معن، الأخصائية في طب الأطفال والتغذية، على حضورك معنا وعلى هذه المعطيات. شكرا للدعوة. أهلا مشاهدينا، ننتقل إلى المدينة المنورة حيث وصل مساء أمس الفوج الأول من الحجاج المغاربة لأداء مناسك الحج. وقد شكل مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي نقطة استقبال للطلائع الأولى للحجاج المغاربة الذين قدموا من الرباط، وجدة وأكادير. بعثة الأولى إلى الديار المقدسة واكبت وصول الفوج الأول من الحجاج المغاربة. والربورتاج لمحمد الوهيبي، مصطفى ودة ورضا فجاح. إلى الديار المقدسة تجسد توق ضيوف الرحمن الذين من الله عليهم بأداء مناسك الحج هذه السنة. سعيهم تحقق بيسر وأمان، خصوصا بعد تقديم كل التسهيلات لهم والتي ضمنت انسيابية وصولهم إلى مبتغاهم. زادها الاستقبال الرسمي قيمة معنوية. دازت الرحلة في أحسن حال، جينا بخير وعلى خير الحمد لله، وكنشكروا وزارة الأوقاف على هذا العمل الجبار، كنشكروا هاد الناس اللي احتفلوا بنا هنايا في المطار. وصلنا للمطار ديال المدينة، الأجواء بادية مزيانة يعني بالنسبة للأمم سهلة، كل شيء بخير الحمد لله الحمد لله، هذا من فضل الله. نتمنى لكل واحد إن شاء الله لهذه الديار المقدسة. مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة شكل نقطة دخول واستقبال أفواج الحجاج المغاربة، كلهم رغبة وعزيمة في ترجمة مضامين الرسالة الملكية السامية الحاثة على تمثيل المملكة أكمل تمثيل، متحلين بقيم الإسلام المثلى، فخورين بمغربيتهم وثقافتهم وحضارتهم. أولا تشكرتنا للجلالة الملك، عندنا أخلاق ديال تمغربيت ديالنا، تيقولوا الكرام تيقولوا تيتساعدوا بعضياتهم، ومغربي وأفتخر، والتمغربيت ديالنا ما كاينش بحالها. كننصح يعني الوليدات أنهم يرافقوا والديهم اللي ما عندهمش القدرة أنهم يجوا بوحدهم. فرحان اللهم لك عم طلبتها، الله وجب الله الولد والبنت، حمد الله وشكرته. أنا جيت لهذا المقام السعيد، هذا المقام المقدس بالنسبة لنا احنا كمسلمين، وأسعد أن معايا الأم ديالي، وهذا في سبيل رضا الوالدين. أيوة السبب ليا كله هذا الولد هو اللي جابني، أنا راضية عليه، مفرشته بالرضا، مغطيها بالرضا، راضية على وليداتي كاملين.
بعثة المملكة المغربية للحج يواصل طاقمها جهوده لتوفير شروط الرعاية وتسهيل كل مراحل ومسارات الحجاج المغاربة بدءا بالاستقبال إلى نهاية مناسك الفريضة. جديد هذه السنة هو أنه كنحاولوا نركبوا كل مرافق مع الحجاج دياله، لأن كان واحد التأطير من المغرب أنه كل مرافق غادي يمشي مع الحجاج ديالو، وتقريبا تخصلي كل 45 حج كان عنده واحد المرافق ديالو، وباش الامور كتمشي سلسه وغادي كل مسار كله المرافق يمشي مع نفس الحجاج اللي هو اطرهم. مطار الامير محمد بن عبد العزيز بالمدينه المنوره احد منافذ ولوج الحجاج المغاربه لاداء مناسك الحج برسم سنه 45 400 ألف هجريه. الطلائع الأولى للحجاج تفوق 800 حاج وحاجة من مجموع 34 ألف حاج وحاجة. كل الظروف مهيئة بطواقم معبأة لتمكين الحجاج ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بسلاسة وفي ظروف مريحة. من مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة، بعثة الأولى للديار المقدسة، محمد الواهبي، مصطفى ودة، ورضا فجاح. وننتقل اللحظة إلى أندونيسيا، حيث اختتمت اليوم أشغال الدورة العاشرة للمنتدى العالمي للماء بإصدار إعلان بالي. الإعلان دعا إلى تكثيف الجهود لحماية الموارد المائية وتحقيق الأمن الغذائي، وتوج 5 أيام من المناقشات المستفيضة حول حكمة مائية تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية. من بالي مراسلات نادية المدن وياسين مرافق. قبل اختتام هذا الحدث العالمي، لقاء جمع وزير التجهيز والماء نزار بركة مع رئيس المجلس العالمي للماء لويك فوشون، كان فرصة للتوقف عند أبرز التحديات التي يواجهها تدبير الموارد المائية في ظرفية عالمية استثنائية. وجاء إعلان بالي 2024 ليتضمن ولأول مرة في تاريخه منذ أول دورة بالمغرب إعلانا وزاريا تم بالتشاور، وشهد لأول مرة كذلك عقد اجتماع رفيع المستوى. كرئيس للمجلس العالمي للماء أنتظر شيئين اثنين. أولا على المستوى السياسي أن تكون هناك التزامات، يعني أنني إذا قلت هنا أني سأقوم بشيء فيجب علي تنفيذه عند الرجوع إلى الوطن. والأمر الثاني يتمثل في الحلول، هناك المئات من الحلول تم تقديمها هنا من طرف جمعيات غير حكومية، كل هذه الحلول سنعمل على تجميعها بعد المنتدى لننشرها في العالم بأسره. إعلان بالي فله كذلك العديد من الإيجابيات، أولا لأن تم التركيز على الحق في الماء بالنسبة للجميع، ثانيا تم التركيز على ضرورة العمل من أجل أن تكون هنالك حكمة جيدة للماء من خلال تدبير الأحواض المائية. كانت هنالك نقطة أساسية وهو الربط ما بين الماء، ما بين الطاقة، ما بين الأمن الغذائي، وما بين كذلك صحة المواطنات والمواطنين. الجناح المغربي الذي كان طيلة أيام هذه التظاهرة العالمية بمثابة فضاء مفتوح لتقاسم تجربة عريقة، اختتم بدوره أنشطته المكثفة، فضاء عزز مكانة المملكة على صعيد المجتمع الدولي وفق الرؤية الملكية السديدة في مجال توفير الأمن المائي. من بين الأشياء التي كانت أكثر ابتكاراً بالمغرب هي ما تم القيام به من ربط للأحواض، حوض سبو وحوض أبي رقراق، وهذا إنجاز كبير، إضافة إلى كل ما تم القيام به من إعادة استعمال المياه العادمة في سقي الحدائق وتنظيف الشوارع كما حدث مثلا في مدينة الرباط. يجب الإشارة إلى أن جميع الخبراء الذين حضروا الندوات وجلسات الموضوعات التي تم تنظيمها على مستوى الجناح المغربي أشادوا بالتجربة المغربية في مجال تدبير الموارد المائية، إذ تم التطرق إلى عدة مواضيع آنية تهم تدبير الموارد المائية على مستوى بلادنا. ومحطة بالي 2024 كانت مناسبة للتأكيد على نجاعة السياسة المائية الوطنية الاستباقية، خاصة على مستوى تشييد السدود ومشاريع نقل المياه عبر الربط بين الأحواض.
إعلان بالي 2024 قارب ثلاث مستويات موضوعاتية وسياسية وإقليمية، إن صبت كلها على ضرورة توحيد الجهود من أجل النهوض بالتدبير الفعال والمندمج للموارد المائية. والموعد يتجدد بعد ثلاث سنوات من الآن بالمملكة العربية السعودية. من بالي للأولى، ياسين مرافق ونادية المدن. احتضنت مدينة سلا هذا اليوم مؤتمرا دوليا حول الوقود المستدام لتعزيز الهيدروجين الأخضر بالمغرب. المؤتمر ناقش تنافسية المغرب في هذا المجال عبر تطوير الاستثمارات والبنية التحتية وتشجيع البحث العلمي والابتكار. المجيد حلاوي وسعيد الشاصي. مشتقات الهيدروجين الأخضر تتمثل في الأمونياك والميثانول والكيروزين والبنزين والغازوال. الانتقال الطاقي العالمي في هذا المجال يتم بسرعة كبيرة، والتوجه ونحو إنتاج هذه المواد بأسعار منخفضة حتى يتم استعمالها على نطاق واسع لكسب مختلف التحديات الدولية. بعض المجالات خصوصا ان اوروبا وبعض الجهات وبعض القارات بدات كتحط بعض لي تاكس ولي لي ميكانيزم دا جوستومون فرونتيير، لانه ما تمكنش الطائرات ديالنا والبواخر ديالنا انهم يتنقلوا في المدى القصير، في المدى القصير والمدى المتوسط. فهذه مناسبه باش نشوفوا كيفاش نعزوا المكانه ديال المغرب في هذا القطاع ديال اللي هو قطاع جد مهم في الانتقال الطاقي. وطبعا غادي نتكلموا على بعض الإكراهات اللي كاينه في هذا المجال، ولكن ايضا غنتكلموا على المؤهلات ديال المغرب. Pour le Maroc, c'est une opportunité d'avoir ce type de produit. Pourquoi? بالنسبة للمغرب هي فرصة كي يتوفر على هذه المواد، لأنه لم يكن قط منتجا للبترول والغاز، لم يكن عندنا انفتاح على هذه المشتقات البتروكيماوية. اليوم مع الوقود الكهربائي وباقي المشتقات نتوفر على إمكانية الولوج إلى مجال الكيمياء المستدامة. المغرب يتطلع إلى أن يصبح رائدا في مجال الطاقات المتجددة. في ظل أوضاع دولية متقلبة أصبح الرهان على الاستثمار والابتكار وتأهيل العنصر البشري كسبيل وحيد لإنتاج الوقود الكهربائي وتجاوز كل الصعوبات التكنولوجية المطروحة. تحت الرعاية السامية لصاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله، تنظم وزارة الشباب والثقافة والتواصل فعاليات النسخة الأولى من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية. المعرض يروم الترويج لصناعة الألعاب الإلكترونية في المغرب، خاصة مدينة صناعة الألعاب الإلكترونية التي تتطلع إلى أن تكون واحدة من أكبر المراكز في قطاع الألعاب في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فردوس الحرش عن فتح الزوين وحنان شمرح. عالم الديجيتال، كلمة سر بصمت ذاكرة أجيال تتعاقب، هي وصف يمكن أن ينطبق على ما تراه عينك هنا بأروقة معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية في دورته الأولى. معرض هو الأول من نوعه في إفريقيا يعنى بصناعة الجيمينج باعتبارها مجالاً خصباً يحظى باهتمام شريحة واسعة من الشباب، لا سيما في مجال تصميم ألعاب الفيديو. هذا المجال اللي عنده قوة خارقة على الصعيد الدولي، كنتكلموا على 300 مليار دولار ديال الشيف دافير على الصعيد الدولي، ولا بد ان المملكه المغربيه يعني تاخذ حقها في هذا المجال، خاصه ان عندنا مواهب قويه من الشباب والشابات اللي استثمروا اللي حاضرين بقوه، كيبقى فقط الاراده اليوم ديال الحكومه لتقويه هذا المجال. الصناعه الالكترونيه ببلادنا تعتبر اولى صناعه في المجال الثقافي، تجاوزت الصناعه السينمائيه والتلفزيونيه وكافه الصناعات الثقافيه التقليديه، حيث انها تخلق فرص شغل كبيره تستثمرها بلادنا حاليا في مجالات التكوين، حيث من الممكن ان يوفر استثمار واحد في هذا المجال ما يقارب 4000 فرصه عمل. صراحة أول مشاركة عندنا كستوند في هنايا في هاد ليفيمون ديال الرباط ديال جيمين إكسبو، وصراحة كنشوف بلي راه الدومين اللي هو كبير بزاف، ومزيان بلي المغرب التفت لهاد الدومين هذا اللي هو واحد الدومين كبير بزاف وكيعطي فرص شغل كبيرة بزاف. كنتمنوا أن من هاد المعرض نعطيو واحد لا فيزيبيليتي للشركة ديالتنا لي بروجي كنخدموا عليهم نوتامون في الدومين ديال التعليم، وكنتمنوا انه السي الناس يتعرفوا على اكثر علينا وعلى لي طالون اللي عندنا هنا في الشركه من ناحيه كسوسا في الارت ولا في لا بروغراماسيون وكل شيء.
الألعاب الإلكترونية تشغل سوقا برقم معاملات يقدر ب 175 مليار دولار في بلادنا. هذا يفسر إنجازات النخب الوطنية في هذا المجال، أرقام ومنجزات يراها الفاعلون في المجال ترجمة لمستوى الطاقات الشابة النشيطة في هذه الصناعة. ذلك أن الشباب المغاربة وكغيرهم من شباب باقي بلدان العالم منخرطون في المد العالمي لهذه الصناعات كفاعلين مهمين في التصميم. لدي انطباع إيجابي حول هذا المعرض الذي يضج بالعارضين، وأنا سعيد بتطور هذا المجال في المغرب. أنا اشتغلت في شركة عالمية رائدة في المجال، أرى أن ألعاب الفيديو تنتشر في كافة أنحاء المعمور في عصرنا الحالي. البعد الملموس لصناعة الألعاب الإلكترونية لا سيما الصناعة الثقافية والإبداعية لا يقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل يمتح مادته الأولى في المقام الأول من ثقافتنا، خيالاتنا، ابتكاراتنا وشبابنا. جينا كنشاركوا في هذا الفينمون هذا وكنقدموا كنحاولوا نبريزونطيو الجيم ديالنا اللي هي تشايني ديفلز، اللي حاولنا اننا انتغريو فيها دي اسيت مغربيه واننا نحاولوا نديروا واحد الطاش مغربيه في الجيمز ديالنا. وحاليا الحمد لله كنشوف بان الاندستري ديال الجيمينغ في المغرب غادا مزيان وبداش كتافونسي. معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية شكل مناسبة لتقاسم الخبرات في هذا المجال مع دول آسيوية وأوروبية رائدة، ذلك لما يخدم آفاق تطوير هذه الصناعة في بلادنا. تطوير مجال صناعة الألعاب الإلكترونية سياسة نتبناها أولا من خلال خلق فرص للتأطير والتكوين في هذا المجال، وهذا ما سيمكننا من خلق دينامية اقتصادية مهمة. مجالات الشراكة مع المملكة المغربية يجب أن تشمل المجالات الحديثة والرقمية على الخصوص، وتواجدنا هنا بقرابة 20 شركة فرنسية سيمكننا من العمل على مشاريع عدة. صناعة الألعاب الإلكترونية دينامية اقتصادية قائمة بذاتها، مجال خصب للاستثمار من المرتقب أن يساهم في الدفع بالاقتصاد الوطني، ذلك من خلال تسخيره للمواهب الشابة وتعزيز فرص العمل في هذا المجال. وللحديث بالتفصيل عن معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية ومعي ضيفة في استوديو الأخبار سيدة حسناء زومي مسؤولة التواصل بالجامعة الملكية المغربية للألعاب الإلكترونية. أهلا بك سيدتي. مرحبا. إذا اليوم المغرب كينظم واحد التظاهرة اللي هي كبيرة والأولى من نوعها في المنطقة، يعني عبارة عن معرض للألعاب الإلكترونية والصناعات الخاصة بها والمتعلقة بها. شنو هي الأهداف اللي كتسعوا لها انتم من خلال تنظيم هذه التظاهره؟ ولا اي حد الصناعه الالكترونيه اليوم يعني ولات واحد المجال كيوفر فرص للاستثمار للابداع والابتكار بالنسبه للشباب؟ نعم، تحت الرعايه الساميه لصاحب الجلاله محمد السادس وبالمشاركه مع وزاره الشباب والثقافه والتواصل، كتحتضن مدينه الرباط هذا المعرض هذا الدولي، وهو تجمع اللي كيجمع جميع صناع المحتوى ومحبي الالعاب الالكترونيه عامه. هو تجمع دولي كيشمل كاع هاد الفئات هادو باش كيهدفوا على التواصل وتبادل الخبرات وتبادل الافكار الحديثه. كذلك كاينين ندوات وورشات، كاينين مسابقات، يعني كانت اجواء اليوم جد جد رائعه بالحضور ديال السيد الوزير محمد بن سعيد اللي شرفنا اليوم وكان معنا حاضر بقوه، وجميع الفعاليات في هذا المجال الالعاب الالكترونيه. فهذه فرصه للمغرب لاستقطاب مجموعه من المستثمرين في هذا المجال هذا وتطوير ديال هذا المجال هذا في المغرب، باش نبينوا كذلك ان المغرب كيعطي الضوء وكيسلط الضوء كثير لهذا المجال هذا، وباش نبينوا ان عندنا طاقه شابه كذلك كتعمل ليل نهار باش تطور هذا المجال هذا. نعم. اكيد يعني هذه فرصه للشباب ديالنا باش يبين ان المغرب قابل للاستقطاب وكذلك قابل انه يعطي اكثر في هذا المجال. طيب سيده زومي، يعني صراحه الالعاب الالكترونيه اذا بغيت نتكلموا بصراحه ما كاين يتنظر لها دائما بشكل ايجابي. يعني شنو كيفاش يمكن لنا نميزوا بين هذاك الجانب الابداعي ديال صناعه الالعاب الالكترونيه وبين الادمان السلبي عليها؟ نعم، هذا هو الدور ديال ان دابا توجد جامعه ملكيه للالعاب الالكترونيه وتحت كذلك الرقابه ديال الوزارتين، وزاره الشباب والثقافه والتواصل ووزاره التربيه الوطنيه والتعليم الاولي والرياضه. يعني كنخدموا يدا في يد باش نقننوا هذا المجال هذا، وكذلك كنبغيو نتوشاو حتى الوالدين ديال هاد اللاعبين هادو، وديما كنحثوا على الممارسه المسؤوله. لهذا الجامعه
او لا بالتعاون مع الوزارتين خدينا على العاتق ديالنا تجهيز دور الشباب. وصلنا لحد الان الجهيز 89 دار شباب جميع ربوع المملكه. يعني كنبغيو نتوشيو داك الفئه اللي كتلتجئ لدور الشباب يعني باش يكون تحت الرقابه ديالنا وتحت الرقابه ديال الوزارتين بجوج باش نقنوا هاد الممارسه هذه ونكونوا كنشوفوا شنو كيدار اكسيتيرا باش نوفروا لهم حتى مجالات. يعني كنعرفوا ان الاجهزه غالية الثمن. يعني هذا هو الهدف ديالنا المراقبة وتجهيز ظروف الملائمة أكيد نعم. للشباب باش يكونوا مرتاحين باش يعطيونا غير لو طالون. يعني نخرجوا منهم حنا لو طالون ويكونوا مرتاحين باش يغبريزونتيو المغرب ويعطيو صورة مثالية على لي طالون اللي كاينين في المغرب. طيب في هذا الإطار سيدة حسنة يعني شنو هي الألعاب الإلكترونية المنتشرة اليوم بكثرة في المغرب؟ وسؤال آخر يعني كيفاش كتشتغل الجامعة الملكية المغربية للألعاب القوى مع الوزارة الوصية والمتدخلين الآخرين على تنظيم المنتخبات الممارسة لهذه الرياضات والتطوير ديالها؟ يعني كتشمل بزاف ديال الألعاب. على سبيل المثال اف سي 24 أو لا فيفا سابقا هي الأكثر تداولا دابا كي عارفة كرة دونك فوالا سي اف سي 24 كاينين دي جو فالورانت. وكنبغي نشير أن ما عندناش دي زيكيب ناسيونال غير ديال الدراري كاينين ديزيكيب ناسيونال فيمينين اللي ما شاء الله كيديروا واحد النتائج جد مشرفه في المشاركه ديالنا في السعوديه تكلاصاو في المرتبه الثانيه. ونذكروا ان كذلك المنتخب ديالنا ديال فيفا راه في المرتبه السادسه عالميا. يعني كوجود ديال الجامعه وكذلك وجود ديال الوزارتي اللي يلاه بدينا نخدموا في هذا القطاع كنوفروا نتائج من دابا نتائج جد مشرفه. يعني نذكروا اننا كذلك في دوتر جو مثلا كره السله الالكترونيه احنا ثاني مره ابطال افريقيا. وكنعملوا على اننا نجهزوا اننا نلتقي منتخبات في المستوى من خلال اقصائيات وطنيه اللي كتكون ابوابها مفتوحه امام جميع المغاربه. يكفي انهم فقط يتسجلوا. يعني كنحاولوا حنايا نكونوا كنتواصلوا مع جميع الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي للجامعة وكنوفروا لهم جميع الظروف الملائمه. كما قلت لك يكفي فقط انهم يستعملوا داك لا باسيون ديالهم بطريقه جد صحيحه معنا بالتعامل معنا باش تبان الموهبه اكزاكتومون وتكون مؤثره تماما. نعم. اليوم المغرب استاذه حسنه كيحضر المشروع مدينه خاصه لصناعه الالعاب الالكترونيه بتاطير من وزاره الشباب والثقافه والتواصل اللي من المرتقب تكون واحده من اهم المدن ديال صناعه الألعاب الإلكترونية في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. مشروع أهم من هذا الحجم، شنو الأثر المتوقعة ديالو على الشباب على وجه خاص؟ نعم، يعني هذه فرصة للشباب باش يزيدوا يتشجعوا يتشبتوا بهذا الدومين هذا اللي هو غادي في التطور. الحاجة اللي مزيانة بزاف هي كتزيد تشجعهم أكثر، هي غادي تكون فرصة لخلق فرص شغل للشباب وكذلك جلب مستثمرين للبلاد. يعني حتى اقتصاديا المستوى الاقتصادي للبلاد راه جد مهم. ففرصه للشباب باش يزيدوا يبينوا، فرصه للمغرب باش يزيد يبان، ولما لا نحققوا الهدف الاسمى والرئيسي اللي خدامين عليه ليل نهار وهو ان المغرب يولي هو عاصمه الالعاب الالكترونيه في افريقيا ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا لك سيده حسنه عزومي مسؤوله التواصل بالجامعه الملكيه المغربيه للالعاب الالكترونيه على كل هذه التوضيحات. شكرا. اهلا. مشاهدينا في موضوع آخر، شارك وسيط المملكة المغربية كمتدخل رئيسي في أشغال اجتماع الخبراء رفيع المستوى الذي احتضنه مقر الأمم المتحدة بنيويورك حول موضوع ولوج وإشراك العموم، وضع مبادرات استراتيجية للتحسيس بدور مؤسسات الأمبوديسمان والوسطاء في النهوض وحماية حقوق الإنسان والحكم الرشيد وسيادة القانون. تأتي هذه المشاركة لتؤكد الاحترام الكبير والمكانة الحقوقية المرموقة اللذين تحظى بهما بلادنا في المحافل الدولية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. الاجتماع كان فرصة أبرز خلالها السيد محمد بن عليلو الأدوار الدستورية لوسيط المملكة في الدفاع عن الحقوق وترسيخ سيادة القانون ونشر قيم التخليق والشفافية وإنصاف المرتفقين، مؤكدا في نفس الوقت على أن المؤسسة من خلال معالجتها لتظلمات المرتفقين تعتبر آلية مهمة لضمان فعالية حقوق الإنسان عبر تحويل مجموعة من الحقوق إلى استحقاقات ارتفاقية واقعية وملموسة ومن خلال تدخلاتها في إطار
مبادرات تلقائية باعتبارها وسيلة للتوجيه الحقوقي أو من خلال ما توفره من مؤشرات لقياس حالة الحقوق بالبلاد انطلاقا من نظام فرز يصنف التظلمات على أساس طبيعة الحق موضوع التظلم. واللحظة مشاهدينا نتابع جزءا من مداخلات السيد محمد بن علي الوسيط المملكة ضمن أشغال اجتماع الخبراء رفيع المستوى بمقر الأمم المتحدة. أبدأ بإبراز دور مؤسسة وسيط المملكة المغربية في النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها وتعزيز الحكم الرشيد، فأقول إن مهمة الدفاع عن الحقوق والإسهام في ترسيخ سيادة القانون ونشر قيم التخليق والشفافية وإنصاف المرتفقين في الحالات التي يتضررون فيها من تصرف إداري هي بالنسبة لمؤسسة وسيط المملكة المغربية مهام دستورية تمارسها باستحضار تام للمبادئ المعيارية ذات الصلة، وبخاصة مبادئ باريس ومبادئ البندقية وأيضا مختلف قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة. تمارسها بآليات تدخل متعددة وبوسائل تأثير مختلفة، وبحكم معايشتها اليومية لتظلمات المتظلمين وشكاياتهم تعتبر مؤسسة وسيط المملكة بالمملكة المغربية آلية مهمة لضمان فعلية حقوق الإنسان عبر حرصها على تحويل مجموعة من الحقوق إلى استحقاقات ارتفاقية واقعية وملموسة. في الخبر الدولي، تتوالى ردود الفعل بعدما أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بوقف هجومها العسكري في رفح بشكل فوري، ومعلوم أن قرارات المحكمة ملزمة بموجب ميثاقها ونظامها الأساسي بحسب الأمم المتحدة. التطورات السياسية والميدانية بفلسطين مع حافظ الهواري. أمرت اليوم محكمة العدل الدولية وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في رفح، وهو حكم يعتبر تاريخيا ويزيد الضغوط على إسرائيل. وقالت المحكمة إنه يتعين على إسرائيل أن توقف فورا هجومها العسكري وأي أعمال أخرى في محافظة رفح قد تفرض على السكان الفلسطينيين في غزة ظروفا معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرهم جسديا كمجموعة أو على نحو جزئي. كما أمرت المحكمة إسرائيل بإبقاء معبر رفح مفتوحا للسماح بتقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها من دون عوائق وبكميات كبيرة. ورحب الفلسطينيون بقرار المحكمة. ميدانيا، أعلن اليوم الجيش الإسرائيلي أنه عثر على جثث 3 رهائن كانوا محتجزين في جباليا شمال قطاع غزة. اليوم عاش كل قطاع غزة من شماله إلى جنوبه تحت القصف، حيث وصل الجيش الإسرائيلي عملياته التي استهدفت اليوم البنيات التحتية، أو بالأحرى ما تبقى منها، بواسطة الدبابات والغارات الجوية. وأصبح مستشفى كمال عطوان خارج الخدمة، وبقي محاصرا بداخله 14 فردا من الطاقم الطبي للمستشفى، ونزح من مدينة رفح أكثر من 800,000 فلسطيني منذ دخول الجيش الإسرائيلي إليها. وتفيد بعض المعلومات احتمال استئناف المفاوضات للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة. وفي جديد الأزمة الروسية الأوكرانية، أعلنت أوكرانيا اليوم أنها أوقفت الهجوم الروسي في خاركيف المستمر منذ أسبوعين، وبدأت هجوما مضادا في هذه المنطقة الواقعة شمال شرق البلاد، ووصفت الوضع بأنه صعب لكنه مستقر وتحت السيطرة. لقي أزيد من 100 شخص مصرعهم جراء انهيارات أرضية في بابوا غينيا الجديدة جنوب المحيط الهادي وسط توقعات بارتفاع عدد الضحايا. هذه الكارثة الطبيعية غير المسبوقة أدت إلى طمر 6 بلدات، وبحسب الصليب الأحمر فإنها قد تكون ناجمة عن سقوط أمطار غزيرة.
واقتصاديا، استقرت أسعار النفط في تعاملات اليوم لتتجه نحو تسجيل خسائر أسبوعية وسط مخاوف على أفاق الطلب العالمي على الخام. وهكذا جرى تداول العقود الأجلة للخام الأمريكي غرب تكساس عند 76.87 دولار للبرميل، وتم تداول العقود الأجلة للخام العالمي مزيج برينت عند 81.40 دولار للبرميل بدون تغيير يذكر عن سعر التسويق السابق. وإلى جزيرة مايوركا الإسبانية، حيث قتل ما لا يقل عن 4 أشخاص وأصيب 16 آخرون، 7 منهم حالتهم خطيرة في حادث انهيار سقف مطعم من طبقين. وتظل الأسباب غير معروفة لحد الساعة، لكن وسائل إعلام محلية أشارت إلى الوزن الزائد كسبب لانهيار السقف على جزء من الطبق الأول. ونواصل أخبارنا من الرباط، حيث اختتمت اليوم التصفيات النهائية للدورة الثامنة من مسابقة تحدي القراءة العربي من أجل تحديد الفائزين 10 الأوائل على مستوى المملكة واختيار بطل التحدي الذي سيمثل المملكة في المسابقة. التفاصيل مع عبير ملوكي، محمد ناصري وعادل معروفي. أزيد من 800,000 متسابق يشاركون في تحدي القراءة العربي في نسخته الثامنة، وقد ظفر التلميذ يوسف الزهري بلقب بطل تحدي القراءة العربي على المستوى الوطني ليمثل بذلك المملكة في التصفيات النهائية للمسابقة التي ستحتضنها مدينة دبي الإماراتية شهر أكتوبر المقبل. بعد جهد كبير، بعد إصرار، بعد استمرارية، استطعت أن أفوز باللقب، وإن شاء الله سأحاول جمع كل طاقاتي لأمثل بلدي الحبيب المغرب في الإقصائية الدولية بدبي خير تمثيل. كانت رحلة شيقة، فبفضلها غص في عالم حرف الضاد وتهت في دروبه وأعماقه، واكتسبت من خلالها أصدقاء جدد من مختلف بقاع المملكة المغربية، ستظل ذكرى جميلة قابعة في مخيلتي ما حييت. ويهدف مشروع تحدي القراءة العربي إلى تشجيع الطلاب في العالم العربي على القراءة وإحداث نهضة شاملة في القراءة والمطالعة والتحصيل العلمي والمعرفي. هذا دخل في واحد المخطط اللي هو مخطط اللي ديال الوزارة للتركيز على القراءة، لأن تنعتبر القراءة كوسيلة باش نطور واحد العدد ديال باش تلامد يطور واحد العدد ديال المهارات اللي هي ماشي غير معرفية ولكن أيضا تكميلية. أكثر عن 800,000 طالب وطالبة شاركوا من المملكة المغربية الشقيقة، تعاون وثيق ومثمر بين مؤسسة المبادرات محمد بن راشد المكتوم العالمية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. ما شاء الله مستوى المشاركات في المملكة المغربية جدا متميزة، شهدنا الأوائل وهم يتكلمون، ما شاء الله مستواهم جدا عالي في اللغة العربية. مسابقة تسعى إلى غرس حب القراءة في نفوس الأطفال والشباب في الوطن العربي بهدف رفع الوعي بأهمية اللغة العربية وإعادة إحياء عادة القراءة لدى الطلبة وخلق أجيال مثقفة. تاريخ الأندلس لا يكتمل دون فاس، المباني، الحرف، الألقاب والموسيقى جميعها تخلد استقرار الأندلسيين بالمكان من المسلمين واليهود. ملامح من الأندلس بفاس نتابعها في روبورتاج كوتر أبو تير وأمير شلقاوي. فاس مدينة العدوتين، جزء مهم من تاريخ الحضارة الإسلامية بالأندلس تكمله فاس. بعد التضييق عليهم من سلطات الكنيسة، مدت فاس يدها لمسلمي ويهود الأندلس وعدتهم بالتعايش والسلام فأوفت. عدوة الأندلس كانت سباقة من ناحية ديال التأسيس، وقد حج إليها عدد كبير من الأندلسيين مع ثورة الربد، بحيث أن 8000 أسرة أندلسية حلت بمدينة فاس بعد طردهم من الأندلس. عاش الأندلسيون بفاس وكأنهم بالأندلس، نقلوا حرفهم إلى المدينة، أنتجوا وأبدعوا. مسجد الأندلس، مدرسة السهريج، حمام الصفريوي، مدرسة الصفارين والمزيد من المآثر الحية تشهد على مهارة اليد وخصوصية المكانة. سواء في الزخارف ديال الزليج أو الجبس أو الرخام أو الخشب، الموسيقى حاضرة، تأثير ديال الأندلس حاضر، وسنعرفوا في المغرب الموسيقى الأندلسية بالشهرة ديالها. في المجال الديموغرافي، كثير من الأسر المغربية وخاصة في مدينة فاس تحمل ألقابا أو أسماء أندلسية
تنتكلموا على الفاسي الفهري، تنتكلموا على السراج، على الإشبيلي، على الغرناطي. النظر إلى هذه المعالم يؤكد بأن فاس اتخذت القرار الصائب عندما احتضنت الأندلسيين. الأندلس حاضرة في ذاكرة فاس، مدينة العدوتين سخرت أهم مهرجاناتها هذه السنة للاحتفاء بروح الأندلس. رياضيا وضمن منافسات الجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم في كرة المضرب، تأهلت إلى الدور النهائي كل من الأمريكية بيتون ستيرنز والمصرية ميار شريف. والتفاصيل مع ابتسام مدريس. الجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم في التنس وصلت مربعها الذهبي، وأول المتأهلات نحو النهائي الأمريكية بيتون ستيرز البالغة من العمر 22 عاما، والتي لعبت مواجهة ماراثونية أمام البلغارية فيكتوريا توموفا، والتي قادها الحكم المغربي الدولي محمد الجناتي. تيرز التي أقصت أمس حاملة اللقب الإيطالية لوتشيا برونزيتي واجهت اليوم صعوبة أمام البلغارية التي أجبرتها على لعب شوط كسر التعادل أكثر من مرة، وتمكنت من إنهاء المجموعة الأولى لصالحها بسبع لعبات مقابل ستة. التكافؤ كان سيد اللقاء خلال المجموعة الثانية، لكن قوة الأمريكية في الحفاظ على إرسالها مكنها من حسم المجموعة الثانية لصالحها بسبعة خمسة. وخلال المجموعة الثالثة والحاسمة ظل كل طرف متشبثا بأمل الانتصار ليكون التاي بريك الفيصل في إنهاء هذا اللقاء المثير، مانحا التأهل للأمريكية بيتون ستيرز بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة 6-7 و7-5 و7-6. إنه يوم حظ بالنسبة لي، كانت مباراة صعبة لكن ثقتي الكبيرة في طريقة أدائي منحتني التفوق. أظن أن الانتصار الذي حققته يوم أمس وعودتي في اللقاء منحتني القوة في التعامل مع المواجهات الملغومة. ستيرز تواجه في النهائي المصرية ميار شريف، والتي دخلت مواجهة سهلة أمام الروسية كاميلا رخيموفا، إذ تمكنت من إنهاء المجموعة الأولى بالفوز بست لعبات دون مقابل. خلال المجموعة الثانية اكتفت رخيموفا بتسجيل لعبة واحدة لتنتفض ميار شريف وتفوز بالمجموعة الثانية ومعها المباراة بستة صفر وستة واحد، وتضمن بالتالي التأهل إلى النهائي. I'm very excited to be here in another semi-final. أنا جد متحمسة لتواجدي في النصف النهائي هنا في المغرب. أشعر أنني ألعب في الديار. سعيدة جدا بالجماهير التي قدمت لي الدعم والسند. لدي ذكريات جميلة في هذا النادي، خصوصا بعد أن تعززت حظوظي في التأهل إلى الألعاب الأولمبية بباريس، لذلك أنا أحتفظ بذكريات رائعة هنا. بيتون ستيرز وميار شريف في نهائي الجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم في التنس، وجائزة مالية بقيمة 267 ألف دولار و250 نقطة لتحسين الترتيب العام تنتظر المتوج باللقب. في كرة القدم وبالملعب البلدي لبرشيد، انتصر فريق الرجاء البيضاوي بثلاثية نظيفة على حساب نهضة بركان ضمن مؤجل الجولة 27 من البطولة الاحترافية لكرة القدم. فوز ثمين سيشدد الخناق على المتصدر فريق الجيش الملكي، حيث أصبح الفارق نقطة واحدة في موسم استثنائي للرجاء الرياضي. خالد الرغود. قمة مؤجل مباريات الجولة 27 من البطولة الاحترافية لكرة القدم احتضنها الملعب البلدي لمدينة برشيد، وجمعت بين الرجاء الرياضي البيضاوي صاحب المركز الثاني في سبورة الترتيب وفريق النهضة البركانية المحتل للصف الثالث. فريق الرجاء الرياضي البيضاوي طامح لمزاحمة المتصدر فريق الجيش الملكي وتقليص فارق النقاط الأربعة التي تفصل بينهما. دخل هذه المواجهة بهدف الفوز، حيث كان هو المبادر لتهديد مرمى الفريق البركاني منذ البداية. قبل أن يتمكن من تسجيل هدف السبق في الدقيقة 31 من المباراة عن طريق المهاجم يسري بوزوق، وذلك بعد عمل هجوم منسق وتمرير في طبق من محمد بولاكسوت ليسري بوزوق الذي يسدد بقوة، معلنا عن هدف التقدم لفريق الرجاء الرياضي البيضاوي في هذه المباراة.
في الجولة الثانية من المباراة وأمام تواصل تشجيعات أنصاره، يتمكن فريق الرجاء الرياضي البيضاوي في الدقيقة 69 من إضافة الهدف الثاني بواسطة اللاعب عبد الله حبيبي، وذلك إثر ركنية نفذها أدم النفتي تجد رأس مهدي مهوب، وعبد الله حبيبي يسكن الكرة في شباك الحارس البركاني. مسلسل أهداف فريق الرجاء الرياضي البيضاوي سيتواصل في هذه المباراة بهدف ثالث، والمسجل مرة أخرى اللاعب يسري بوزوق بعد كرة تخدع الحارس البركاني حمزة الحمياني لتستقر في الزاوية 90 من الشباك. فريق الرجاء الرياضي البيضاوي بهذا الفوز أصبح على بعد نقطة واحدة من فريق الجيش الملكي برصيد 63 نقطة، ومحافظا على رصيده بدون هزيمة لحد الآن في بطولة هذا الموسم، فيما فريق النادي البركاني فضل في المركز الثالث بمجموع 46 نقطة. الخبر الرياضي كان آخر أوراق هذه النشرة، تذكير بأبرز العناوين. في بيان مشترك مع المملكة المغربية، زامبيا تجدد التأكيد على دعمها الثابت للوحدة الترابية للمغرب ولمخطط الحكم الذاتي بالصحراء المغربية، وتشيد بالمبادرة الأطلسية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس لفائدة دول الساحل. بالمدينة المنورة، طائرة الفوج الأول من الحجاج المغاربة تصل إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج برسم موسم الحج 1445 هجرية. معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية 2024 بالعاصمة الرباط، منصة لتطوير صناعة الألعاب الإلكترونية بالمغرب والتعريف بمكوناتها التقنية والفنية والإبداعية والتعليمية والمالية. بأية رهانات ينخرط المغرب في هذه الدينامية؟ أسئلة أجاب عنها الفاعلون في القطاع ضمن هذه النشرة. وفي نتائج نصف نهائي الجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم لكرة المضرب المصرية، ميار الشريف والأمريكية ستيرنز وجها لوجه في دور النهاية غدا بالرباط. شكرا على طيب الوفاء والمتابعة، مشاهدينا إلى الغد بإذن الله.